الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعين كسو شري كتابك كشف الشبهات، أعين كسو شري شيخ رحمه الله وحاوين الشيخ ضد بضنين وقبان كلمة التوحيد تفسير كيدو إنه يا لا خالق إلا الله، وإله بمعنى خالق أي مودي إنه تفسير كيدو يا هي، وحين صعد إني إله معنيه سينو يا هي معبود، فلا عابد أي وحل يا إله، لا إله إلا الله معنيه ذو حوي لا معبود بحق إلا الله، الحق لقوا عابد ما شر الله موياني، هدي لا إله لا معبود حق إلا الله نوى الله معنه، الله بدو واسمد تقديرك حق لقدري أنا، والله كما مرمان سيد أهل العلم قاعد الشاكين ويا كباطل لقوا عابدي يا كحق لقوا عابدي مد والبا لغة عربية وحلقوا إلى ذا إله مركا إلههم بباطل يا إلههم بحق أي شره إله عيدان هين الله عيدان هين هدي اللي عابدوا وحلقوا عابدي باطل تقديرك حق وحلقا قادنا إياه هذا الكو الله يريه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل يعني الله هو كحقه وحال الله سكدي لعابد يانا وباطل مركا وحال لغوك الصاري الله هي غيرك الله إلا عابد إنو حق هي عبادة لعابد يا حق تهي غيرك إلا عابد أنا عد الله كالصوحر إلا عابد أنا إنا يطاي باطل وحوك لو شيخ إنو الشاقي مشركين تعربين مركو النبي وكوري صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله دها ويديدين وحانا النبي صلى الله عليه وسلم كأصحضي وحديث صحيحة كقصار ارتي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وحاتر هذا لا إله إلا الله هذا لا إله إلا الله تر هذا والإيمان إيسان أي النبي وكوري صلى الله عليه وسلم مركا وحيكو شوابين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب موحو كيالي معبودات كي معبود قرم يكرغي أو يري متكلي عابودا والشيء اللي يبضا إن لا يريد عدكال اللي عابودا يابا ما شفتو صاصي لدي مركا مدي الدناء الله إن لعابده يا الله إن وتشره يا إن لعابده إن يتهي مدي الدناء مشرك العرب لكن وحي ديدينهن إن عبادة اللوكلية أوكلي إلا عابدو بي ديدينهن مركا سي وحي لهذين أجعل الآلهة إلها واحدة مشركين تيهور يقل لفتود ساسو كلي ورنشرين نبي هذا قاركود مركا يكوي لهذين لا إله إلا الله لها وحي مشركين تيهور بكو شوابين ومدا مشركين تيهدي كهر ريسي أجئتنا لنعبد الله وحده ما وحد نولتي من أن الله كلي عابد إنه ماذا نولتي من ديد ماذا ذو حي كل عيسى كليين تإله عبادة اللو كليين إن يديد دينهن وإليهن أشياء ذك للعابد يا رب اللو قد وانا يا لباط مله رسول الله ذي التاسية وديد دراينا وحي لها ينا الله عبادة أكليي أكلي عابد شيخ وحول رحمه الله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب مركات قرطو كان كوكو إلي أوكوشاكي قرش قلبي آد قرطو بمعنى قرش قلبي حق إذا كأهاتي وكحص الشيء مركات قرطو معرفة قلب أي بمعنى معرفة من قلب وعرفت الشركة أنا قرطو الشركة بالله إله إلا شريك يالي الذي قال الله فيه إنه أهاضي هو إلهي شأنه سكيري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله إلهي لا يغفر ما دافيه أن يشرك به إن وحل لو ذات يدافي مايه أوح لقارك يهي هدي عدك للاسي أول لو ذات إلهي ما دافيه ويغفر ما دافيه ما دون ذلك كلا سو شيغاي وخي كهوسيا اما كسو هاراي او شركيغا وخي كسو هاراي اي دنبيا لا اله الا هو دافيا لمن يشاء كو دونا انو دافو ايو دافيا شركيغا شانيغي سي الهي سيدا كيرينا اد غراتو
فيه ذو حيون نقول إيسا قال الله فيه أي في الشرك. وعرفت أذكرة دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم. أنا أذكرة دين تي إلهي دين كاسو إلهي الله صدر الرسول الذي لغا صوب بلا بكي رسول الذي أقوه الرئيي لغا صوب قاروكي رسول الذي أقود دنبيي لمن تود رسول الله الله صدره الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه كاسو دينك أهو إلهي أنو أقبلين عد النبأ أنو كأقبلين دينك سو هدي دينتا أنو كأقبلين دينتا ربي أكتيسا مقبول كأهي دينتا سو قرأيتاي. وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أنا أدقرته وحيدتك بدن كود وكسق نادين وأهقر الشواء أين القرنين يعني الدين كاس بمعنى أصل كيسية توحيد كيسي أين قرنين وكجاهل نقدين أفادك فائدتين وعكو فائدين يا لبا فائدو نسخ قاروحي قريا أفادك بفائدتين لكن يدن بأي كتشرين السيدة أي تهي بأي كتشرين تهي اللي بكم السبنا الأولى الفرح بفضل الله ورحمته فإذا كواد وحويان وفرح لغو فرحا إلهي فضل قيسا يقل ديسي النعم ديسا ورحمته نحريست إلهينا لغو فرحا نحريست إلهينا لغو فرحا كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل وحت رضا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إلهي فضل قيسا قلديسي النحريس تيسا كاسا كفرحان مذكور كالله صور الشيغيها كفرحان كاسا فضل إلهي النحريس تيسا هو خير مما يجمعون فرح إلهي فضل قيسي أن حريستي سلقوا فرحيا سقا كخير لوحي أرور صنيان ومن حطام الدنيا يعني الدنيا ذا أي أرور صنيان وحاوقفي عن فرح إلهي فضل قيسي أن حريستي سلقوا فرحيا فإذا ظلبان وأفادك أيضا الخوف العظيم وحك لكوفا إيدينا يا عبسوين والله بقى أيه أيكوا فائدني وحلق بقى يا شركي يا قال لماذا يا إن خاتم حمار الله قل إن طالق بقى يا فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وهو الشيخ ينوت المام رحمه الله أشياء الله صوش يا مرك الله قرتو قرش ربه وقلبك الله قرنا معرفك يا شيخ مؤرن وحول معرفة قلب وإن كلا حيل ديرت إليها معرفة هي معرفة قلب إلا يلاهد معرفة قلب بحل قرشد قاربا وحلقا يا بين أفك باركي ستاي قرشد نبا أذقرتو أنا أذقرتو شركي وإلهي شأني سكيري إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني وين إذا الشركي قولي يا ربي الله شريك يا لا تاسنا أذقرتو شركي قو وحو إلهي الله خاص كأها والله قار كأها وإن عدك للو ذاتي والله لصيه شركات وإن أغنى قانا ووداك ووح عدك الدحية باشركات اللي يلهدا وكا الشرك هو محي وحو إلهي الله خاص كأها أيا شراك اللي قليه ووداك اللي قليه وربي عدك للاسيه وهدي الله نلعابده عدك للعابده عبادة دي محال لغو السمية ودا قبال لغو السمية خلق أحيط إخلاص إن لغو لي ما دو رب الله قاريه لو إساق اللو كليه باشوراك لقليه وحال دي دي هين ووداد قاس مركا إلهي مردافيه إن لو شرك السمية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحي الشرك يكسو هري دون بمعنى غير والدنبيال إلهي وأضعف عدو الدون إن أضعف هل كهو حكا صبح يسدن بيدو إنه أقعب السمان لبقى يضوط شركي يما دون الشركي إلا لبقى يضوط الله كلا صاري قيب صدحاد الله بضا كرنا حيسا
ونوعنا أهين نوعنا أهين إنه نتشرين الدنبية كم دا بلغة قرنية وذات عصر كان تشوغة أيا وحو يري الدنبية دو حيو قيب سمان صدح قيبوت نوع كفر أكبر قال لما نوع قال لما ذا كسو كي يوم معاصي نوع اللي بدل إحدو ذا كسو ونوعنا أهين نوعنا أهين نوع صدح دو حلو الحكم بغير ما أنزل الله معاصي ذا كما مدها أن قال لماذا أهين ومعصية محضية معها نوع كفر أكبرنا معها هل كيسا مروح على قوقها ليسينا النوع لبدأ لحدود قصه قانو حكم بغير ما أنزل الله بالإله وحلورنا إياه قول كاسي قول السلف لم معها إذ أقوه الرئيسي وذات كسدايلي لم أقع إلا أرنشري أبو العلاء المعري أيا وحو يري إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل وفاني مركز ساوحو لانيقا وقتيقا وهبا الضنبي وحان الله إيمان كرا يقول الله إيمان أيا وحان ضدك هورا هورا أولا إيمان كأنه اللسان حاله سداري مركز سلف أقوه الرئي مجرو أقول أقيه إسلام الشيقين عالم أقوه الرئيو وير عالم كاسا سدا أقيبي ومقام الرد وليبا إساقو هذا الكأرانا أيا وكتابك مسألة ذا كقري مقام الرد بالصوبح ويعد بردينيا هذا إساق اللفتيس أوقي هاي شخص علماء ذا كم بدو سلا وقه الرئيوة شاقلا ما نصور نقلين ومرلبات كنصوص تي كوري ما نيس وإلهي الدنبية دي لبقى يبود بو قيبي شرك يدون الشرك بو قيبي أهل علم ونصاصي مرين إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الله يريد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذنبي هذا المشيئة هوسيا لا إهدو الدون إلهي أرنافيا الروح هدان كتوبت كينين أرنافيا يا شركي قواك سكيزا إمام البخاري كتاب كيسا صحيحة باب وحو إلى هذا باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ولا يكفرنا والله ضبطيا أطيع علماء إلى هذا فقه البخاري في تراجمه فقه البخاري ترجموا ينكيس يبابا بكيس كسوكي بخاري وحو كم ذها من أئمة السنة علماء أهل السنة هو كم ذها مركا وحو يلي معاصد وحي كم تي أمورتا جاهلية دا يردق ماذي قال ذا كم تي أمورتي قال ذا ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك روحنا إمات كأولي ما دم معاصد لقو قاليسين ما يشي كلي موياني مجرد الارتكاب وحلو قال يسنا يا مجرى شيء قاسوا ما حي وشركة شركة إنه لي ما دكلي الله قال يسنا يا شرح دقار كود بس يعدي معناها أبو خاري وتشيدو مركزا وحي لهدين دم بيدي وحلو قيبنا يا قار ارتكاب كل لي ما دو إمات كل لي ما دكلي الروح الله قال يسنا عن استحلال الله شرطنا إنن إنه حلاش دو الله ما شرطيه لكن محال الله قال يسينا يا إنو ارتكابه اللي ما دوب يعني بقصد ومعرفة اللي ما دوب لكن اعتقاد واعتقاد سيها إنه حلالته قال يسين تلقو قال يسينا الله ما شرطيه يدن بيو أن مجرد الارتكاب اللي ما دوب روح الله قال يسينا إنه وح الله قال يسينا يا أي تهي حلاشت كلا حلاشت صنيع بخارينة تاوكو درين سينيا ولا يكفر صاحبها أما ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ترجمة وحي كنت سينيسا شرك مجرد الارتكاب إن لغو قال يسيني مجرد الارتكاب مركين لو إن هين ديدي ما يسقصد يا معرفة إن لو ليني لكن إنه حلال لما اعتقادي الله ما شرطيني قصد كإيو معرفة وحلو شرطيني ده خطأ ومدى إلهي مغبطه يا هلمانكي وحلو متك جهلي وحي كل عي يظن إن روح الله يقعد دروا دعضا وإن أركض دونا إن شاء الله شركي مركو تلمام ارتكاب كأولي من روح إن لوغو قالي سينا أيوه معاصدنا ارتكاب كأن لوغو قالي سينا أيوه وحالك أكسو بحيسا استحلال كي ارتكاب كينو كالدوين وإن شيء إلا السمي يا إلا حلاش هذا ليرات بيك على هذا مركا معاصدي إنو حلاش هذا لوغو قالي سينا أيوه أو حلال لما اعتقاديه زينة دي مركو إلى هذا هو حلال وكو قالوا بيه
لكن هدو الزنا دي السماية وانو حلال كشيغن او عقيدين ان حلال تهي كما قالوا بايو وتحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دين توحى كل سنت اتباع راعس اختراع يبلا بشو يبدع عيسي دين توكما دسنا مركا وحق الصب إلا لي ما أدو وسلف كأين يكسو قنين اللي قد دين يشادين وما بنانا وتضع الصور لغن إلا الراعين السارا وحين أن يسكب بلا بنه ويسكلن ما أدنه أن سلف أين أن أحي السنن دوام مدمر كأين نوبنانين ومذموم إمام أحمد بن حنبل وحورنشري رحمه الله إياك ومسألة ليس لك فيها إمام حنك هاجد دقي مسألة أنا إمام أولهين هذا ذي يسكب بلا بطي المهم آية دا إلهي وحور إن الله لا يغفر أن يشرك به مركا الدم بيدي بالك على سارة نوع الدم بيدي كم دوا الشرك جي إلهي وحور إن الشجعين الرافين آية كلو هدبا إلهي وحور إن الشجع الدم بيدي دان إن الرافين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا آية ذكر إلهي وحين أقول شيء قد بيده دمان تود إلهي ودافيا آية ذن وحي شيء قد سئنا إنه إلهي شرك قد دافيا سال الله كل منا يا لبض آية ذات أهل العلم بوحي إلى ذن وحل الله كل منا يا لبض آية ذات آية الزمر وحي كصاب صمتهاي كي كتوبت كيني هذو الروح كتوبت كيني دم بيده dambi oo dhan buu ilaahay ka dhaafaya shuruud toobadeedii dhameystiratay haduu ka toobad keeno waqti toobadu furantahayna toobad keeno waqti toobadu furantahay maxaa looga jeedaa wa intaan qorraxdu galbeed ka soo bixin naftuna ayay kalxamaha soo gaarin ka hor waynu toobad keenaa haday naftu kalxamaha soo gaadho albaabka toobadu waa ka xiran yahay qofka إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر نبي قوحر صلى الله عليه وسلم إلى هاي التوبة الضونك هو أقبلا إنت النفط السوق قارن كالحمها هذا النفط إنت كالك الصوب بحضو كالحمها السوق قارن توبة سوى توبة الضرار والضرار وتوبة خاصة بأه أدني كتيري أه اختيار أن أدعين حقيقة مركا قفك أعداتي وحتوبة مركا لغا أقبل يا مجو عديث كنوا ثابت قل رحض مركا قلبات كالصوب بحضنا الباب كي توبة واحريه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أحاديث النبي وحي كفى السرطي إن لو قد شيء قل رحض مركا قلبات كالصوب بحضنا أحاديث صحيحة كسررتي ونبي كشيغا أيها هذا يقول رحضوا قلبات كالصوب بحضو إن الروحنا التوبة لك أخبرين توبة مركا شروط ديدي لما يسترتي حل التوبة دل أقبل ينا دعضي دم بكستو روح كالتوبة كينا كل قال لما إيا الشرك كتهي ومقبول آيات كقرآن كواشيغيا أحاديث النبي كواشيغي سا مسلمين تنوى كو إجماع سيه شركة هدي لغا توبة كينو توبة شروط دي أفسطي إن إلهي دافيو إن ينتهو يغفر لهم ما قد سلف قال هذا واحد كتلا هذا هدي كرب تومان كفرقا إلهي واكر دافيو وحي هرمري مركا آيات دا سيوحي كو سابسانتا هاي عدي توبة كينتا آيات دا سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به waxay ku saabsantay cidii aan ka toobad keenina ku dhimatay gaalnimadii weynayd haduu ruuxu isagaan ka toobad keenin ku dhinto ilaahay uma dhaafayo dunuubtii gaalnimada ka sokaysay isagaan ka toobad keenin ee kabaairta ahayd haduu ruuxu ku dhintana wuxuu yahay taxta al-mashi'a doonista ilaahay buu hoos yaalla haduu doono ilaahay waa ka cafinaya haduu doono waa ku cadaabaya ahadiis taqarbana si'atinis إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه النبي روحه الشرع صلى الله عليه وسلم كأن صلاة إلى لنن حديث كعبادة إلهي أكتيس وح أهديكم له هدو دورنا إلهي وكو عذابي هدو دورنا وكعفيني قال لمن يشاء بفسرس أحاديث ثاسي لمن يشاء بفسرس
marka shirkiga aynkaas ee ruuxi ku dhintay aanu ilaahay u dhaafaynin marka ruuxu garto diinta ilaahay aw ilaahay rasuulada la soo direyna uu garto dadka badankoodu waxay ku sugan yihiin inay garan waayeen asalka diintaas oo ka jaahil noqdeen taana u ogaado taasi waxay u faa'iideynaysaa laba faa'iido مركو يروى عرفت دين الله الذي بعث الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وحوشيدا التوحيد كي أصل كدين توشيدا إلا الرسول الله لما أنتوا التوحيد بالله الصلاة درسين هربوا صوشقنا وحي تاسئ فائدين إسال بفائده فائدة كواد وإن إلهي فضل جيسا إن حريسي سلقوا فرحه فضل إلهي وحلوش هذا إسلام لماذا يدين تا رحمة إلهنا وحلوت شيدا قرآن كالوت شيدا سيد عبد الله بن عباس يتابعين تقاركود بأيك مصر مركا ومن باب عطف الخاص على العام شيء قارا لغو عطف يا شيء قود نحريس إلهي وقرآن فضل إلهنا وإسلام لماذا إسلام لماذا هو عام قرآن كنا وخاص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك marka raxmadu inay quraanka tahay ba aayada laga qaadanay waxa kala allah yiri ya ayuha an-nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin quraanku inuu raxmad yahay bu allah sheegay ya inuu daway yahay ya inuu hanuun yahay ya inuu waana yahay marka islaamnimada iyo hidaayada ilaahay ruuxa ku hanuuniyay oo salan siiyay islaamnimadii يا قرآنك يا إنه إلى هاي قرآنك بري طه كفرحان وحيك خير بضنتها وحي أرور سنيان وحلا أرور سنيان وما حي ومتاع الدنيا هذي حولتها هي هذي مضحت نمتها هي هذي دمر لجور سدتها هي هذي أبطها هي هذي مقع يما مستها هي لما نوحي سوق ليس مما يجمعون يعني الدين تا قال السم الدنيا ذا الدين تا دينتا ايا قالصا بقرتويوين كواوين روحو اينو هلا مهمات بضن ملا وحا كم مهم سن علمك ايا دينتا ايا كم مهم سن شيخ الاسلام ابن تيمية ايا دادك قاركود وحي كدرين بقر كي مركا تشوغي مركا سا وحي الهدين ننكني وحود دون ايا انو كو انقلابو حكم كاقو كسعودا ايا بقرتوية دادا بقر كالو دري وما هي tobanaan dowladood ba ka taliyay dhulkii markay saa wax xukumeeyay ma aha edeg yar kama tirin jirin iyo tuulo yar iyo magaalo yar yaa waxa laga yaabaa casharaad min dowl ba boqor ka hoos imanayay oo maanta tobanaan dowladood ba ka kala taliya oo mid walba meel boqor ka yahay ama madaxweyne ka yahay boqorka caynkaas ee sultadiisu u ballaaran tahay baa lagu yiri boqortooyadu doonaya inuu ka qaado sheekh ibuu yara markaas mulkigeega ku socotaa baa la yiri ibn taymi ku oranaya boqortooyadayda inaad iga qaadaad ku socotaa markaas uu wallahi mulkigaad haysataa iyo boqortooyadaad haysataa laa yusaawi indii filsayn aniga agtayda laba filis uma dhigmayo laba filis way igala liitaa laba filis intay leegiin laba filis filisku waa qurushta yaryar qiimo badan ma leh فلسك هلك الريال وكيرية لو كنوا لانا وكيريا فليه وايا مركب وحط الماما وحقي ما أولى ليها إن يتشرين لبا فلس أكتي سينو كلي تملكي جي صدمي تاسي وحي تاهي يعني قيمها علم يا الدين تلاذا هاي أي مركب قرني فإذا ظل بعض وحك لكو فائدين يا بقى شوين أو لقبق ده شركة يا قال لماذا qofku waa inuu dhagarta ilaahay ka baqaa cadaabka ilaahay waa inuu ka baqaa shirki inuu ku dhaco naftiisa waa inuu uga baqaa munaafiqnimo waa inuu ka baqaa inaga hore u soo sheegnay al-imam xasan al-basri inuu yiri man lam yakhaf an-nifaqa fahuwa munaafiq kaan munaafiqnimada ka baqini waba munaafiq baa nooc nifaqa ku jira inaga soo sheegnay aasaarta qaarkood كلهم يخاف النفاق على نفسي صحابه النفط هذا منافق نمين يبقى بقى شركي هو انه روحك بقى
إلهي وإنه كم جنقلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم دعادي وأبو بكر بري وحي أهيد اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إلهي وحان كم جنقلا يا إنا وحكوك الشريك يا أنا قرنا يا إنا كو شريك يا لي سيدا دبولي نبي قرنا يا سيكون دعيسو أبو بكر بدعاء أولا قيمة وأستغفرك لما لا أعلم وحي أنا قرنا إنا إله إقداف أنا قرنا إنا كل شريكي لنا إقبت بادي أذن كان مقنقل الصديق الأكبر أو مضى وخير بدنا بعد نبيها أي النبي أولا قيمة إنه إله كم مقنقل الشركي حق علمي حق دين أهم بعد قاريسا أبو بكر والنبي هذا كسر كيسا مجرته إذا النبي أهين ودرجة دي سجار كيسا مجرته هذا هو حلال الله قيمية إن رب الشرك كم مجن قاله وإله هو يدي استوين له كبد باديو مرك الشرك جوا إلا قبقة آية ظهرين الصام مرة إن الله لا يغفر أن يشرك به أي علماء سوي ديان مسألة الشرك هي كفر ما اسكم معنا من السفرقة أو الحياة قالوا علم يا قاركود وحيد هذا وبمعنى والشرك هي كفر واسكم معنى شرك كستا وكفر كفر كستان وشرك وقول أقواش أهل العلم يا كمدا قول كاللباد وعلماء البدن كودوا أي قبان وإن الشرك هي كفر أي كالعام سيهين والشرك كستا وكفر لكن كفر كستا شرك معها كوحود حي عموم وخصوص مطلق عام نما يا خاص نما لا إطلاقي حي أود حيس سدا وحق بجماهير أهل العلم علماء بدن كودا ساكتي أكثر كاساقبة طائفة علماء كم إذا سدا كلا قبال شركة يا كفرة علماء بدن كود وحيليهن وعام يا خاص والشرك كستا وكفري لكن كفري كستا شرك ما وصيدة جماهير تقتقين طائفة علماء كم بدنا وحي مرين إنه بمعنى يهين ويسكم مديهن لبضو هيا شيء آيادا إن الله لا يغفر أن يشرك به علماء حتى أرنا إسا كفري إيا الشرك وحا عمسا علماء صيدة أرنا إسا وحي ليهن هدى وحلوت شيء دا معناها عام كابل لو تشيدا وكفر قال لو تشيدا مركا كفر أردن كفر أكبر هذو الروح كل انتو إلى هاي كما دافئو مركا آيادا تفسير كذا يوم كفر أكبر لو تشيدا ولا يسوها فقصين بصرف النظر مروى البصلة ما تاهم سماها مركا على كل حال الديب اللي يلا دعو عموم يخصوص باول حياة هذا مراد كاللغة شهده وحويه وكفر أردن وكفر أكبره شيخ وحوله رحمه الله فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه مركض قرطه إن روحه يكفر أي دعكرتين وقالوبه بكلمة كلمتك قالوبه يخرجها من لسانه عرف كيسا وكسو صاري وقد يقولها أي دعكرتين إلى ذلك المدى وهو جاهل سغان قرنين فلا يعذر بالجهل ودنا جهل ان لوغ عذرين او لوغ عذر دارين وقد يقولها ادعي كرتو انو يلاهد كلمتي وهو يظن انها تقربه الى الله تعالى سغا املين ايا ان الهي ودوينيس كما ظن المشركون اما كما كان يظن المشركون سدى المشركين تو امليين اما سدى المشركين تو امليين جيرين وهم ملينا أيوه إن رب قد وينيس هذا أي تهي الشرك أي تهي خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى فحن قاريه ليا قاريه ليس أدو إلهي كوكو إلهاميه وكوا فتشيه وكوكو هنونيه تعالى ما قص عن قوم موسى وحو إلهي كشيقي قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم يدو وناقودي أي وناق سنايين وصالحين هاي للقبه وعلمهم يقون تودي للقبه أنهم أتوه إن أي مادين موسى
نبي موسى أيه مادين قائلين حال يرنيان اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نويل أنك معبودا نعابدنا ربك سكايا نويل سيدا مركا مشركين تبقوا بسونا ذي آلهة يعابدان يعني آلهة إله آلهة لم ذا نويل فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثالي قرتاس وحويننا يا عبصدا يددال كاغا أتكد ذاليس على ما يخلصك من هذا وحكاكا بدبادين يا أتكد ذاليس وأمثالي يا وحلمتك وحكا بدبادين يا أتكد ذاليس عبصدا ذنوينان يسا أتكبغان يسا شركيكا ذلك أتكد ذاليس وحكا بدبادين يساونا ووينان نسخة قار وحيهور مرين أيان حرصيكا قارنا وحيهور مرين أيان خوفكا شيخ وحوت الماما يا رحمه الله إن أدعي كرت الروح إنه كلمة يلاهدو عربك كي يلاهدو هذا مع ذلك كلمة دا سأيتها كلمة خطرة يصابون آنو قرنين كلمة داني وحي صاويسو نبي صلى الله عليه وسلم وحويلي إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يعني الروح وحكوها الله يا كلمة عرض إله يا كلمة دا سو آنو دذال بضن سينين دذال بضن آنو سينينو ضم بضن آنو كلاهين يعني ما قرنا يا كلمة دا نوك جاهل كلمة دا سنا وحيوصى ويسى النار تينو خدعه وإنها لتهوي به في النار 70 خريفا نار تنو حي كدهو بنيسى مصافو تضباطاً ديرود بمعنى تضباطاً سنة الله السعودي النار تكهو بنيسا كقرديسا يعني قنت النار تينا يكرهدو أو انت سيهوبتو أو سي السعودو بيوصا بيسا كلمة دا سنة الشدة بضن لما لهين عربك وأفض ضي كلمة دا سنة وكلمة دي لهيك عرونا حديث صحيحة ساكو سأرورين شيخ أمتشيدو روح كستأو أقون ضرو وح قال لما أكويل هذا اللو عدري ما هي مراد كسمها بعض ما وحي أفهمين مراد كالشيخ إنو يهي روح هدو الجهل درادي وح قال لما أوقوها ظلو مر نبال لو دافي مايا بس باطلو معناها الشيخ وقمت شيء وإيا هذا لك الشيخ ليه هيا كوع الضينا أو تلمام أيو وقت يذا قار كودين يدعي كرت الروحين لو عدر داره وهو حابو يري يعني صنم روح عابودية أيوه يري جهل وجاهل كيها يعد برارو تسنى آنو هلين درادين ما قال يسين أيوه حتى الشيخ كتبه سقار كتبه يري قبة الكواز أما الصنم كقبرك بدوي كدر السغن يعني روح يساقو جاهل أدعي كرتا إنو عابودة روح يساقو جاهل إنو عابودة أدعي كرتا عد برارو تسو أرقى وحوك شكتين أين يترين هذا ما قال يسين يا شيخ يولي وحوك الله شيخ يولي وكتبه سقار كوتك الشيخ عد أرانا يسابولي مركا يساقى جاهل كأيوب قال يسين يا وحشيخ تلمام إني بين أبورتها وما سأيش اللي بيه طوانك أهيد أو تريي شيخ يولي ساسا الله يشيخ ساسا الله يشيخ انت لما انت يدنا وحانك أرانا يا سبحانك هذا بهتان عظيم أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة باكم يدهي مركا نوع الجهل قا وشيخ عذر يا واجره لكن ما اطلاقنا معناه هذا ما الجاهل كاستوى له عذر يا الجاهل كاستوى له عذر ما يمن ما ولا بدل الحدوده ودعي كرتا قف كان قرنين ان مر له عذر مرنا ان له عذر مر عذر دار الى ان نقطه مرنا ان نقن ويده كما سرع اطلاقنا لكن وحوقا جيدا شيخه جهلك هدي إعراض وهليو وعلمك أفافسن قفك دقاها كفرايستو إساقو إسكاد دقا مارو علمك منتشري يهي لأوران كارو إساقو وكالك ما قرسومي كرتو يكال لو عدري ماي لذا لو عدر داري ما أما وحوكا جاهل يهي مرتبة ودم بيقولي يهوكا جاهل يهي مثلا هذا دم بيقولي مهم شيء غني انو الدم بي هي وقرنيا
لكن قدر كمرتبة الدنب وكل هاي الدنوبته أيان وقرنين مثلا لو كلي وحمودة يا معصية من الدنبي ومسك قبلنا قال لي ما تهاي من موضة إلا قو قالوا بأيو حاراني ماذا سوى أغا في نفس الأمر حقيقة وحيطة إلا قو قالوا بأيو شيء إنو الدنبي هاي وحاراني هاي هدو قرنين لكن آنو قرنين وحك نرندونا عقوبة الدنبي قلنا قندونتو عذر دار ما قلنا قنيسا وارمان موضعين قال لي ما تهي مان موضعين يدل سبب يسو مان موضعين قعنقوين سبب يسو مثلا نوكرا السريقة دي توقة دي وحو قرنا يا إنا حاران تهي لكن مو قرنا ينتوقة إن قعنت اللي قوين هدو بالا لي قعنت اللي قوين ورجاهل بانكا هاي ومان وقين قعنت اللي يسقوين حاران لماذا مرها داد أغيد عقوبة كنا ليس إن عند أجين وحكو ترميسو أو حكا باتن ميسو مثلا زنادي وقرنا إن حرام تاي لكن زانق محصن كأها يقول هرا الصمري إلا الرجمين يو شرعا ونجح إلا قد لا إن تاي ما قرنين دل إن سندا سكان سنة يسهدانو قرنين عقوبة دي ما كباتن إيسا قرشوا أجاس يسيب مرهدو حران لماذا قرنا أي waxay ka dhalanaya inaan u garanaynin waxay ka baajinaysa ma jirto waa sidaa dambe mar hadduu xaraanimada garanayay waxa ka tartiibsamaya inaan u garanaynin waxa u tarmiso in saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam kamid ahaa oo saxaabi ahaa maaciis magciis looran jiray ba zinaystay goor horena waa soo maray nabigu u yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ya rasuulallahu waa zinaystay xadkayga jar حد إلا إسكا قوي حتى واقرنا إياه لكن نوعه حد كوية هاي ما قرنين حمودة يتشيطة لو قلينة إساقونا قور هرو صامرة نبي قوحو أمري لقا حلو دلو صحابة دي بصدا أمري لقا حبادة نكوب بلابين مركا لقا حلال دعين أيو حنون صدي دبنا وعرر أصوى قبتين وحكوري والرسول كي يقول عليا tol kayba idagay waxayna ii sheegay rasuulku inaanu idilaynin igu celiya rasuulki kama yeelina amarkii nabiga fuliyeen oo dhagax bay ku direen in qawmi garruni wa dhakaru anna rasuulallahi ghayru qatili tol kayba ikadiyay waxayna ii sheegay rasuulku inaanu idilayn marka igu celiya rasuulki kama yeelina wa dileen dhagax bay ku direen wa rajmi قصدي بي مركي دم النبي أشيغا صلى الله عليه وسلم نبي قم أرن مرهدان وقرنين إن لدلا أيو ورقح لقو دلا أيو إن الدشان ما يهين مؤرن وي حارانت وقرن يزيند إن حارانت هاي وحكا ترتيب سما يو كرنا لنا إن نقرنين وحبكا باتن ميس إلهي قرآنك وحاوك الشيغا داد استهزاء الليمي قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هعذر دارنا وقالوا دين إيمانك ندب ديد مرها الدار دين لين لطمع دين آياتك إلهي رسولك إلهي كل دين لليسان شيخ الإسلام ابن تيمية وحورنا يا سيدا كتابك سأل إيمان الكبير قصغا كتاب الإيمان قارئ سقا الطابع واتشراه سجوا مجموع الفتاوى كل احترنا واشراه. لبا كتاب الإيمان بوليه هو منا كتاب الإيمان الكبير باليه منا كتاب الإيمان الأوسط باليه ده. الإيمان الأوسط يا الإيمان الكبير. لبادو با مجموع فتاوى مجلد كتضباط بين احدعان. مدوا لبنا الجار وأطابعية. مجموع فتاوى وحكا قدعية. هذا الكائن إشارة إن نعمة المامينا. مجلد كتضباط. صفحة الله باب قل يصدح يتضبات من فيليا إن الصفحة أهي وحورنا يا شيخ وحي السميين شيء أي قرنيين تدك استيزاق الليني حاران ما ديس أي قرنيين ولم يظنوه كفرا قال لما إن يتاين أمي ملينين حدنا وحبا أمترين إن قال لما تهي إن يقرنين مرهدي حاران ما دي قرنيين الشيء قال لكو قالوا بيو إنني قرن إنني حكم كي قال لماذا كباتين ميس قاعدة علماء الشيخان والشيخ السيوطي اللي يلادا كل شيء كتاب كيس اللي يلادا الأشباه والنظائر وحو يري من علم تحريم الشيء
وجهل العقوبة المترتبة منه لم يفده ذلك كشي حاران مدي سكرته لكن عقابتك ترتيب سمي سيكرنا لنا يسأن قرنا إنني حاران مدي سوى قرنا يا ما أنفع يسو وحبا أتري ما يسو عقابتك لنا يسمان قرنا مربا هداد قرنا يسين حاران يهي وحكستو كرنا شبا ويتكو قور عنتهي وحي كابا تشنيسا مجردو مركا شيخ هذا الكيسة شراح دقار وحي كتوجيه وقد يقولها وهو جاهل أي جاهل بمرتبة الذنب حراني ما ديوا قرنين لكن مرتبة الذنب يقولها بانو قرنين يينو قال لما كان صنايو فلا يعذر بالجهل مركا سان جهل يقول له عذرين مركا سو شيخ وحكى له تلمامي إن وحوي قوم موسى قاركود إني مركا إله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اسمنا لهين هذا الكآلي دهين ربا قصوا قال اسمي لهين مركا هدي أصحاب موسى قار كم يدب الساسي كرد عضي لأنه آخر الزمان كي تشوقنا أصحاب النبي أنا أهيل لأنه كبق نسو وقم هبونا شبدنين سيكون آذ وقبق نمها الشركي أو قد تحدرنا ويسكا إلالنا مركا أدي أد وإن وحوي يعني مركا لو قد ذا لا إسكا إلالنا الشركي لا إسكا إلالنا يؤلونا أقوي يشا فرحنا قرآنك مرنا وحصار ورايض الأرض عين أيه إن الله لا يحب الفرحين وفرح إطلاقا أما فرح الدنيا لقو فرح أيه فرح الدين تلقو فرح يارا وفرح مقيد أه وفرح في عن إسقه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأذكرنا إسان النبي إبراهيم بأينو يلي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلهي بكم قنقل إياه عبادة الصنم مضى أنا ماذا قاركود وحيدا مركي إبراهيم الشيقيين بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران وسخى بولده للقربان وجعل ماله للضيفان ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان يعني نفتي سئلة الرحمن كسي إبراهيم شركي سينا وحسي الضبكي مركي الشيقي اللي توري أي أبرير إلمه سينا إنه ربي أقول له وهذا أصدق يستو أيو مركا أقول ديقي حوله سينة وجعل ماله للديفان مرتضو أيالي مركا سام محبدي سيا تعيل كيسي وحكو كل ما جميع أهل الأديان يعني دتك الديمها أصاحبك لما أنتود ويوذا تعيله إبراهيم مركا وخليل الرحمن إلهي نوحو كما قنقل يا عبادة أصنامته والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.